يا صباح الورد يا صباح الجمال. حابة بس أعبر لكم عن الحكمة والإحساس اللي طلعنا به من ريتريت أو رحلة رأس الخيل. الحلو أنه أول ما حطيت النية بأنه هذه الرحلة راح تكون لتشافي الطفل الداخلي، وما أعرف ليش طلعت هذه النية مع أنه مشتغلين على تشافي الطفل الداخلي، لكن حسيت انه الطفل هو دا ينادي، مو باختيار مني وانما من الطفل نفسه. حابب انه نشوفه، نحتضنه، نلعب وياه، نستمتع بالحياة ممكن. فالمهم لما حطيت هذه النية، الطاقة تشكلت على هذا الاساس. تخيلوا منو اجى للرحلة ولأول مرة، مو بس تجي للرحلة وانما للامارات كلها من 20 سنة، اختي حبيبتي. فاللي هو بالنسبة لها هذه أول تجربة بعالم الوعي. تخيلوا أول رحلة ويانا، أول أصلا زيارة إلي بالإمارات، صار لي هنا أكثر من 20 سنة. فأني ظليت صافنة، هي قالت لي أنا حابة أجي. قلت لها شوفي، لو تسهلت لك الأمور، الفيزا والتكت وغيرها، معناتها هاي إشارة قوية بأنه تعالي. كانت متخيلة انه لا صعبة والبنات مدارس وبلا بلا بلا. نفس اليوم رجعوا لها بناتها وقالوا لها الاسبوع الجاي عطلة. راحت المكتب السياحة عندهم عرض سفر للامارات، كل شيء تسهل. واجت وقعدت عندي للبيت بالبيت، ظلينا تطلع اشياء من الطفولة كانت محتاجة تطلع وتتشاف. فتلاحظون انه انتم مجرد ما تحطون النية، مو نية من العقل، عندي هدف اريد احققه او اريد اتلاعب بالطاقة والى اخره، لا، احساس. يعني مجرد حسيت شيء قلت معناتها هي هاي، اطلقت هاي النية. فالنية الداخلية الحقيقية اللي تجيكم على شكل احساس بدون ما تحاولون تفكرون او تحللون مثلا الناس راح تحب هذا الشيء او لا، اكو ناس راح تجي تسجل، ولا الطفل الداخلي صار شيء قديم الى اخره، مو مهم. اجا احد ما اجا احد، الناس حبوه ما حبوه، طالما احنا حسينا شيء اذا احنا محتاجين الان فنسويه، وبعدين كل الأمور راح تترتب والطاقة راح تبلش فعلا تخدمك وتحقق لك هذه النية والشيء اللي أنت محتاجه الآن. فصار بها كمية تشافي جميلة جدا، حتى لو مو الكل حسها بشكل كامل، لكن راح يظلون يحسون بها بالفترة الجاية. أنا حسيتها وعشتها بعمق، الأحاديث اللي صارت، وجهات النظر اللي تخليك تشوف ماضيك وطفولتك من زاوية ثانية، هو هذا التشافي الحقيقي. مو ظل تلعب دور الضحية وأنا كنت طفل منبوذ أو غير مقبول أو 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 عشت تجربة تحرش أو أهلي كانوا يضربوني إلى آخره من القصص اللي إحنا متمسكين بها. بالتالي تمسكنا بقصة واحدة متى يخلينا نشوف القصص الثانية، وهذه نقطة مهمة جدا. بطلوا تتمسكون بقصة واحدة لماضيكم أو حتى طفولتكم، حتى تسمحون لباقي الاحتمالات والظهور ورا فترة تتغير ذاكرتكم وقصتكم. المهم، على رأي زهورة واحدة من المشتركات الجميلات، قالت لي أنا كنت دائما أتابعك وموجودة بالأكاديمية وأشوفك أنه أنت حقيقية، ما تتصنعين ولا تمثلين، بس لهالدرجة ما كنت متوقع. ضحكتني قالت لي يعني معقولة أكو واحد يقدر يكون حقيقي لهاي الدرجة؟ فأحلى شيء لما احنا ما نتمسك بدور أو نلعب دور واحد، وإنما نكون حرين ونلعب كل الأدوار وحقيقيين وعفويين، ونسمح لكل شيء بأنه يطلع من غير تحكم أو شروط. ففعلا هذا اللي دائما أنطيه برحلاتي، أشوفهم شلون أنت تكون حقيقي لأنه أنا حقيقية، فيحسون بالأمان حتى يكونون هم ببساطة.
والحلو انه حتى الالعاب اللي سويت لنا اياها سمر القمر كلها كانت لها علاقه بالطفل الداخلي، انه الطفل يحب يلعب، فلما ننطي هاي المساحه والامان وما نقعد انه نحكم لا وعيب الكبار وما يصير ما اعرف ايش، بالاضافه الى انه انا نزلتهم للمشاركات كلهم انه يرقصون على الستيج على اغاني مال الاطفال ويا الاطفال. فهذه كلها تكسر جواتكم اشياء انه انتم تحسون انه كبرت ما يصير اسوي هيجي عيب وما اعرف ايش، ويظل الطفل الداخلي عنده احتياجات يريد يعبر عنها ويطلعها ويصير هو ممتلئ من الداخل. فاذا انتم ما انطيتوا لطفلكم الداخلي الاحتياج العاطفي اللي هو محتاجه، ماكو اي شيء برا راح يسد هذا الاحتياج، ولا اموال الدنيا ولا علاقات الدنيا ولا شكل من اشكال الحياه. فلما احنا نكون واعين بانه نسختنا الطفله ما زالت موجوده في بعد ما، هي مو شيء راح وانتهى، وانما موجوده في الان، نسخه الحياه السابقه موجوده، نسخه المستقبل موجوده، كل النسخ موجوده في ابعاد مختلفه في اللحظه الحاليه. مو معناه انه احنا ما شايفها يعني هي اختفت او خلاص انتهت، لا، بالفعل موجودة وعندها احتياجاتها خصوصا العاطفية. فإذا احنا ما لبيناها راح تبقى محتاجة، راح نحس لوش ما سوينا اكو شيء ناقص، مدى نحس بهاي الفرحة والامتلاء والحب، لأنه نسخة من نسخنا جوعانة متعطشة للقبول للحب اللامشروط. وبالفعل هذا اللي سويناه بالتأمل، انطيناها هذه الاحتياجات والعاطفة اللي محتاجة. فشنو اللي محتاجة طفلكم الداخلي أو نسختكم الطفل؟ تكونون شايفيها، معترفين بوجودها، تحبوها مثل ما هي من غير شروط، محتويها ومنطيها الأمر. فالطفل لما يحس إنه أهله حابيه ومحتويه فخورين بي، راح يتشاف، راح يقدر إنه يكون حقيقي وهو. هذا الشيء يستمر وياكم. فتخيلوا هذه الأشياء صارت بعد الرحلة. البارحة وصلتني مسج أقدر أعتبرها الأولى من نوعها من ماما، لا تشكرني إنه أختي قالت لها علا إنسانة محبوبة وناجحة، وقالت لي أني فخورة بيك. تخيلوا إيش قد فرحتني هذه. حتى لو احنا نكون عارفين هذا الشيء ومتأكدين منه انه احنا ناس ناجحين وقلنا اثرنا الجميل بالحياة والناس تحبنا، لكن لما تجي هاي المسج من اهلنا الها احساس غير شكل. يمكن انه نريد نتأكد من حبهم، انه يمكن نريد نتأكد من انه احنا فعلا نستحق وناجحين ومحبوبين، لكن بالتأكيد شيء يفرحنا ودليل على التشافي اللي صار بالرحلة. رغم انه أنا مسوي انواع التشافي، لكن اكو كان جزء من عندنا محتاج هذا التأكيد، وانه فعلا يصير ينظر لنفسه بطريقة بعد اكثر اجمل. فشكرا لكل من شاركنا هذه الرحلة الجميلة، من تنظيم جميل إلى حضور أجمل إلى الأوتيل الرائع اللي يوفروا لك كل شيء حتى من قبل ما تطلبه. ففعلا شكرا، كانت نقلة جميلة إلي وإلنا كلنا، وأكيد إن لقاءات قادمة أجمل وأجمل سوية. Thank you. حسوا بطفلكم الداخلي، شوفوه هو شي يريد، وانطوه هذا الاحتياج العاطفي اللي هو محتاجه. ولا تصدقون انه هاي الاشياء اوكي اشتغلنا عليها وراح تخلص، هي مستمرة وموجودة، لانه الطاقة لا تفنى ولكن تحول. لما تسوي لها التشافي راح تصير تطلع منها نسخة اجمل واحلى. Thank you.